استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. يأتي هذا في الوقت الذي تعرقل فيه قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة الطبية منها. المزيد يطلعنا عليه زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة الجديدة من أمام معبر رفح البري ومتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية، حيث استقبل المعبر على مدار اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وتحديدا مواد الغاز. إذا تحدثنا عن عدد هذه الشاحنات الذي تقلص خلال الأيام السابقة، وذكرت العديد من المنظمات الأممية والدولية أن هذه الشاحنات والمساعدات الإنسانية انخفضت بنسبة تجاوزت 80% عن مايو الماضي، يقابلها حتى اليوم حالة من التعنت الإسرائيلي ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة أمام الشاحنات الخاصة بالمواد والمساعدات الإنسانية. أيضا إذا تحدثنا عن مرور اليوم من معبر رفح البرية، عدد من السيارات والعربات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي على مدار اليوم لتدخل إلى منفذ كرم أبو سالم ومن ثم إلى قطاع غزة. وأيضا المشهد الآخر المستمر معنا خلال الأيام السابقة واليوم هو تصاعد للأدخنة على مدار اليوم، وأيضا سماع دو انفجارات عديدة في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة، مما ينذر بمزيد من الشهداء والمصابين. هذه هي الحالة وهذا هو المشهد من معبر رفح البري. عودة إليكم.